كمان أصول الفقه معناه وأدلة الفقه وقواعد الفقه وربي ما تقول كذا. والقرط وشدنا منه أصول الفقه لغة كذا. هل كان شيء كذا يعني حالة فائدة أصول الفقه. دين لا برتق حالة فائدة. وغير والقرط ضنقة منه أصول الفقه لغة دلية هي معرفة كيفية اقتباس الأحكام أحكامها وصوبحيت إذا قاب كذا إلا قرطوي. وصدح إذا هذا أتكون سوق هذا طي استلاح لفت كيروي معناه أصولها النودي صدح لي فيه كل وإلا برتبال كيفية الاستلال قاك اللي يدر يشدوه والدلالات الألفاق والدلالات الألفاق إن قاك اللي يدر يشدوه برتو أو كتاب في السنة اللغة صوبته يا إذا إسكان هاي وحويان وتحلال الليلة اللي باصم فيه رباديو أي فسرين وذي رباديو كل شيء كيجي لنو وحويان نال أطلب بضانو وحويان عام هرين كل وسع كريم أوحى الليلي وحويان الروافي وقع كهدو كدين وين سانت فقدي كبير قاده على من فل يوي ما فل ما كدروان من كدين وين بريد على وجد فعل ما إلى صاحبي كان قاتي مش قرآن كجزء عمو مركب يقان حوار قرآن ويقان وانا العقل برا تفيري ويري بلف الله بل سوق رسي اللباس اللباس ليه تفيري ما شيء لا يري وجه على الليلة اللباس ما شيء لا يري مرقاسة تروي لهاي ما دوير قه رحمة لهاي ليه هاي دوير يا فيدي لقتي وآيات معنيت بها وتعلى الليلة لباسة فالقار كل ماك أتوي استدلالة فيه فهل فالوغاها قار كتنب تشيسك يدروه قار كتنب أجري ماك اللغو اسكو صحا ماك اللغو اسكو سهيد اللباس لباس كي الصومالي يوم فكاريك القرآن كي وتعلى الليلة لباسة لما أنا كلا أي كالا يضا وحي كالا يضا أستروي هذين كوي نقدي ساسي كالا هذين كوي نقدي كالا عاد إلهي باتتك كو أستروي سوما جيدي أسماء وغير لسكو سهي يكاري مركا مركا زي تركا ما بهدي إلهي ساسي أنا إسكا فريسا سوان قب قبي سلام تركا قنعر مركا ساس الديرة وحالة ربا آيادة قابك وحلوغا قادان إنو طريق صحا نغضو والدلالات الفاق اللي فهم مركا كو فائدة الوحي كيف معرفة كيفية اقتباس الأحكام أحكامك اللي سوى بحيدة دقائب كده إلا قفتو لابو والأدلة ومعرفة الأدلة أدلة إلا قفتو والأدلة ومعرفة الدليل محال دليل ولا دليل شكرا محال سأل دليل شكرا وإلا بطا صدع وحال المقتبس ومعرفة حال المقتبس متك لص وبحي حرمك حال كيس إلا قفت ومجتهد كي صدع راسنا وشيدة يا غرب كاللغل يفن عن برشديس شارحة هالكاس وخوكو بغي شارحة هالكاس وخوكو بغي سوى إدي سواح كاملة فوائد سواح كاملة فوائد سواح كاملة وغير فوائد سصدح شيء كاملة معرفة أن شريعة الإسلامية صارحة لكل زمان ومكان إن هرت كل لعبادة شريعة الإسلام كأن أصبت وقت كستي مكان كستا وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادثه على مر الأصول إيه إن شريعة الأود إنه يحرر أصلا إذا يحرر السيدة وقت أصلا صوح أسبوعنا صوت لحدوين كأدونك كدعا يوقتيالك صعودة دمانتو وقت كستا وحي أصوب أدونك كدعا وعويان خلاص حرنا الشريعة السينة لكن وين يتشوغا قفك حرنا الشريعة كسو صاري لا إلا حد لمن قفك كهذا السيلة وين يتشوغا مكاس ولذا سألتني عبد الله أكي إذا كتبا وين أفر ميشال سدح ميشال حكم النوازن حكم النوازن ساس وكتو سوربتو كالي أدونك وحا حد كسو أسبوعنا دحيون كودا بيال تليفون قران كنت مهم مسؤول ملاك قلي كرا وقبل الله ها ما قرأتي تليفون قبر من يقول نكاحي كرا هلا هذه مية قبر يقرب ها ويكون نكاحي واقف ما بيع كرا بعض من صحي حقول يسينه حقول يسينه واحد كست أدون كم سر عصمة هذا حقول شرعي على سينا آية حديث أنا لودر شنا سو ما جدي آية حديث هي إجماع هي قياس على سارة ما يلا لقى جلينا مركا باس لبرت سو ما جدي لابو بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه إن لا ضبديو فيري إن لا ضبديو فتوى واحد قارك الله يقف في المسكت شوابين إيا إلا عدى يقف في شوابين شروط دولي ونقف والبابا شرعه وسيسكرتهم إلا واحد نبي شرعه لبا لغو إلى عليها حفظ الأدلة وحفظ الاستدلال لبا لعصى لغو إلى عليها الدلة إن لا حفظيو واحد يكون حفظ السلطان مصالح حديثك إلا قرآن كو حفظ سين لكن حديثك ضعيف يا موضوع على جده بروحي وحلو إلى لي مسلك حديث كذا
كانوا ما سوغنا ما بقى كما سوغنا كانوا نوع كسوغين وإلعلمتي دليل ما حا استدلال كنا فنقنا وإلعلم سوفيقيا وقفك مركو أما آيات دي وأخري ما حديث سوغان وأخري لكن وحود دريشان وحسن كهدلي فنقنا وإلعلمها وحلالي دليل كآب أخري دي معنوه كهدلا هو معنها وحا إيكا لكي يقف وصولي مركا الشرع على الغلاصة الحفظية ودليل كل إلعلي والله كلا سارة وحوان ضعيف وصحيح إيوه استدلال كل إلعلي خلاص دينك وإلعشان مركا الغلاصة لها مركا هو إن لا الضب ديو صبح ضب قواعد الحوار والمناظرة ضب ينقاشك إن قواعد دي غلصة الضب ديو وقفك ملوات قف مركا اللي دوري هذه المسألة النتيجين اللي جاران لرابو قفك وحا اللقوق بكرا وفنك مركو دريشين لها الدليل بمعها أثبت العرش تمنقش تمك ورثه كان سرير أتكذب حركتي عاد حرب سرير ماكو ما طالع دليل كان أتكذب دليشتي كان دليل لما يجي هذه ماكو دليل كان لا أدو وش بسدلال قال طالع ليه المايا اللي وحويان أما هسوتوسا أما هو عام أما هو خاء أما هو مطلق حتى أدنو قيد إذا وحوي إن قا كسلوات ضبطي هو ذيك الحوار فوق نقرأ قفط تيسة قفط قفط كقى لبيري ونقرأ مركا وائد كان كاس أياكم منه وذلك ثلاثة أبواب وذلك أصول فقه ثلاثة أبواب صدح باب أهار أصول فقه هو صدح باب خلاص تركنا صدح أسباب مرحبا نريد أفر أهاية كيكا الأول كيكا لو يسلح قرشي وإذن بيح قليل الأدلة إيه دلالات الألفاظ وإسكو باب قدر خلاص وإذن أول مريد أخوين التصور الإجمالي للأحكام الشعيرة مثل كوب الله بيوم وذلك أصول فقه قاسي ثلاثة أبواب صدح باب النور باب كوه الرئيو التصور الإجمالي للأحكام الشرعية باب كوه الأدلة يو الدلالة والأرفان باب كوه ضم مجتهد التقليد باب الاجتهاد والتقليد صدح لأسوية الباب الأول باب كوه الرئيو في حكم حكم كيوه يو اللوازين وحيالها اللازمي حكم كي اللوازين تيسا اللوازين تيوح الولاد شهداء أركان الحكم أركان الحكم أربع حكم كأركان تيس وأفر شرع فيري شرح فيه واللوازم المراد باللوازم وحل لوجهه اللوازم تاركانه وحكم كاركانتيس وهي ثلاثه وصدح من افراد القدر الدونه الحاكم مثل حكميه والمحكوم فيه شيء لحكمنا والمحكوم عليه كحكم الحكمنا فالحاكم هو الله تعالى حاكمك هو الله حاكمك هو الله والمحكوم فيه افعال المكلفين كان وحوضو حكمين أنا وأفعاش مكلفين تا أفعاش أنا محل ولا كذا هنري أربعة أفر شيء لو كذا في عرف الجوارحنا قولك نيدي يتركي أنت أصل حكمنا ومثل حكمنا والمحكوم عليه كان وحوضو دل حكمين أنا وحويا هو الإنسان المكلف وإنسان كمكلف كان مكلف لحاله هذا البالغ العاقل كسر الباب الأول باب كوه الرأي في الحكم حكم كيو هذا يو اللوازين ما كثير واحد كده رصدح حصل وطلع حكم كلفت الكيس هذا حرام وهذا حرام ما كأفر هو ينص بحي الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحكم أفر تصر بني ونغضب الحكم حكم كي قيل واحد اللي فيه في تعريف اللقيح دي سحدود واحد وين ما كلا حكم هاللقيح تعريف بابا اللقيح تعريف بابا أي اللقيح حكم مركا لقيحي حق اللقاهان والمنع فرتحوه والديرت ومركا لليلة قضاء الله في مسألة كذا كذا مسألة لساس إلهي كحكمي معنيه رصاص واجب كأنه سكرين والديره إلا إلهي سيح الضوء حكمي سلاس إلا رعا واجب مركا لقطا الحكم ومحي المنع والقضاء لا رأس معنيه كل عضار استلاح الحكم استلاح هو حول لقطا ومحي المنع والقضاء وديرد يا حكمي لا بد أن سأل هذا وكان بيتي واحد من جرير كان أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب هربنا حنيفة من قابتي نعشدوي وحوين أحكم أحكموا أحكم حتى لك كانوا رباعي ما كان سوحي سكان نقول كرتهم سيد القتل سفهارين من قابتي منعيك نعشدوي ومنعي مكة أحكموا سفهاءكم وحوياً من قابتي نعشدوي وكم من عيادك اللي كحد جبان حال إني أخاف عليكم أن أقضب وحن كأبقى يأنا إنين عريوذو وعريوذو نكون عدولي
وأوهل شبه الحكم حكم كقيل وحل فيه فيه تحريف حدود أسلمها كان قلنا بتقليه بضان حتى قلنا بتقليه بضان من النقد البرين يوال الدراب إسبران بريدنا كان بتقليه بضان أن الحكم قضاء الشارع وشارع حكم التيسة على المعلوم الشيء لقبته حكميه بأمر ما أرهن أرهن هذا كاملاً أكو حكميه نطقا مكيتي نطقا حقا طواقا أو حكميه أو استنباطا أما حقا لصبحت وحاول حدود بضانا الوحدية لكن كان يقول نبدلية بضان حقا نقد وكان نردق علي إيه إدراك حتى وحالي وحال ربا أن يكون جامعا مانعا أن يكون جامعا لأفراد المحدود شيء اللي حدينا يأفراد سوين صور الجلع حدوث المركة أي سنصور الجلين أو أفراد اللي حدينا يوصن شاملين يلحكوا وحالي رأى إدراك يا كتير حالي جامعا إدراك يا كتير ومثلا هديل ويرى حيوان كي حلوين بالحدي حيوان مركة أساطر الحيوان هو الناطق حيوان هو متك هذا الله هل ولي الدرابة كجرة حتى حتى وجانع معه صوت حيوان كأنه هذا الله إنسان كهذا الله صوما قيل هذا ما الله ده هل ما ضمير كذا حيوان كنا كمدي هل حتى هو ناقص الدرابة كجرة الولي وعلى رغم أن يكون الحد جامعا مانعا مانعا وامحي من دخول غير المحدود شيء اللي حدينا غير كيس ويمسا سوكري هذه حد كعاد شاكت وكل موضوكين لحدينا غير كيس وحالوا لي يعني مانح مها نقضي يعني كتير نقضي المركة ومركة أوصان مانح مثلا وحالوا الإنسان حدية اللي مركة أساطري بأنه حيوان إنسان وحيوان حالوا لي هذا مانح مها حيوان إنسان كوية لكن واحد كلا سوكرة وحيوان ما كل موضوك سيد حاله أوكال دميركي أوكال فردي أوكال مركة نقضي يا كتير مركة حد كنا وحالا هلأينو الله رأس كما رد قلو الدراب يا نقد الله رأوينو كما رد قلو الدراب او اه حد كن قوة يا جامع يا نقد او اه حد كن قوة يا مانع مركة حد كنقولنا بدلية بضانا وكما رد قلو النقد يا الدراب كان انه حضر قضاء الشارع وشارع حكم تيس على المعلوم الشيء اللي قرطه الحكمية وحيرادين اعمو عاموية وشيء وعامسا انت عام وحويان ان على المعلوم معلوم وحق الله قرطه وحاس الله قرطه وحا موجود هذا وحاد ان موجود ان يدب لغير الدونة مكلفين تهدى وحا هو مكلف دب كان نقاط دونة سقيكا يبدد كوالا كل الوقت واسوق ليان على المعلوم شيء شارع خلصيه بأمر ما أرن ماذا كم ذا كحق ميه بأمر ما محلوه كيدا وحقوق منه واجب أما وحقوق منه مندوب أما وحقوق منه حرام أما وحقوق منه كراهة أما وحقوق منه إباحة أما وحقوق منه شرط نمو أما السبب نمو أما إلا نمو أما مانح نمو وحي سوق لي حقوق كي شرعها أو تكليفها إيا حقوق كي شرعها ووضعها لا بدي بسلي سوق لي بأمر ما راس اسكولي كيدا وحقوق له كحق ميه شارع شيء كحق ميه شيء قال كحق ميه وكنا قال واجب مندوب حرام كراهة مباح وكنا قال السبب علوة مانع شرط انت وانا قال كاسا لي حقوق نطقا من شيء نطق انه هو حكم او استنباطا انا حاجه استنباط يلا صوب حته حالا لا كده احكامك وحو انقابك لوغا قاطو وحو ويان ان خطابك شرع شريعه لا بابا سوق الخطا انه يا حكمك ممدوح وهذا اقيم الصلاه صلاه دوات نمره نطق دواق اي كتوست دواق اي كتوست وحو ويان وحا لنا والدك ان لا غرا حارن وي حيال الله وقل فلا تقل اللهم أف هكودي والدك أف أفنا إلا اللهم إنا والإيداء ما دام أف لديدي بردقوا من باب الأولى إلا ديدي واستنباط آه فلا تقل اللهم أفنا كسو صارين مركا وحو حكم كإلهي كسي أقيم صلاة صلاة واجب لما يدى نطقا وحويان تحريم ضرب الوالدين حكم كإلهي كسي استنباط استنباط مرك الله بدا أصبع حكم كيوي والحاكم متى وحكم ياه والله هو الله سبحانه إله بان نقصان يعيب تفوقي لا حاكم مدوى حكم ياه موجود معهان سواه أو الله كالصهر الله حاكم إبكال أو شرع إنا يدتشيرو حقل هم تشيرتو أنا هو حلاليرو أنا هو حرمتو مجيرتو إن الحكم إلا لله حكم كما سبنان الله نوية إبكال وما سبنان والله يحكم لا معقب لحكمه لا سلا وحكمه عدك دلتي كرتان ما تشوفته
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.